اول ما بتتعلم حاجه اسمها برمجه خالص، بتتعلم الاساسيات، بتتعلم ازاي تعمل variables وتعمل for loops و if conditions وتعمل branching و loops والجو ده. بعد كده بيقولك ازاي تكتب CLI applications، زي command line applications، ازاي تعمل application ممكن يشتغل من ال command line. ودي اول حاجه بتتعلمها، بتتعلم بس تعمل desktop client desktop command line application. مع الوقت بتتدرج وتعرف ازاي تعمل مثلا يو اي، وبعد كده بتتخرج وبتلاقي ان معظم الاحيان الناس يا اما يعني معظم الماركت دلوقتي يا اما للويب يا اما للموبايل مثلا، وفي ماركتس بقى صغيره للامبيدد سيستمز والاي او تي وحاجات النتوركينج والجو ده. بس يعني لو دخلت مثلا على جروب زي ايجيبشن جيكس، معظم الناس ويب ديفلوبرز. فانت بتتنقل من مرحلة في الكلية، يعني بتتنقل من مرحلة انت ممكن تعمل كلاينت كوماند لاين ابليكيشن، لان في طرق ان انت تعمل نتوركينج للابليكيشنز ديت، زي ان هي تبقى بير تو بير على نفس النتورك وان هم يتصلوا ببعض وكده، لمرحلة ان انت ممكن تعمل ابليكيشن كلاينت وسيرفر، بحيث ان السيرفر يعمل شوية اوبريشنز والكلاينت بس بيطلب من السيرفر اوبريشنز دي. وبتتنقل لعالم بقى ان هو لا خلاص احنا هنمشي كلاينت سايد كلاينت سيرفر اركتكتشر على طول. وده معظم اللي الويب دلوقتي شغاله عليه. انت لو دخلت اي شركه هتلاقي ان الشركه دي شغاله كلاينت سيرفر، هما بيديفلوب السيرفرز والكلاينت بتاعه مثلا ويب براوزر وشويه اتش تي ام ال بيجز وسي اس اس وجافا سكريبت وكده، و او موبايل ابلكيشن. موبايل ابلكيشن برضه عباره عن يو اي وبيعرض الكونتنت اللي جاي من السيرفر وبيتصل بالسيرفر عشان يطلب منه شويه اوبريشنز. فاللي بيتحكم في الحاجه دي، اللي بيتحكم في الاركتكشر دي كلها، هو السيرفر. السيرفر عليه كل الداتا وبيعمل كل الاوبريشنز بالنيابه عن اليوزر، واليوزر بيتصل بالسيرفر عشان يقول له يعمل كذا او يسيف كذا او يلغي كذا، يعني يعمل شويه الاوبريشنز اللي عليه. فاليوزر مش متحكم في اي حاجه خالص، غير ان هو بس بيطلب من السيرفر يعمل الحاجه دي. وبالتالي بيظهر لك مشاكل زي ان انت بتطلب من السيرفر يعمل حاجه هو مش راضي يعملها، زي ان عايز تلغي الاكونت بتاعك، بس بيقول لك هلغي الاكونت بتاعك مثلا كمان 6 شهور ولا حاجه، تخش بعد 6 شهور تلاقي الاكونت لسه موجود. دي مشاكل كانت معروفه يعني. فدي الاركتكتشر اللي الناس شغاله بيها دلوقتي، وشايف ان احنا بدانا ناخد الحوار ده فور جرانتد. يعني انت لو بتبتدي اي مشروع، المشروع بتاعك هيبقى كلاينت سيرفر، هتعمل سيرفر بيعمل كل الاوبريشنز والكلاينت بيتصل بس عشان يطلب الحاجه اللي هو عايزها، والانترفيس بتاعتك معظم الوقت هتبقى يا ويب سايت يا موبايل ابلكيشن. لكن دي مش الطريقه الوحيده اللي ممكن تعمل بيها الابلكيشنز. يعني لما تمشي في الطريق ده بتلاقي بقى المشاكل اللي بتظهر للابلكيشنز اللي بيستخدمها مليونز، زي مثلا هتلاقي فيسبوك بيستخدموا دلوقتي مليونز اوف يوزرز، فبيعملوا ايه؟ هيحاولوا لازم السيرفر بتاعهم يسكيل لكل يوزر داخل على الاركتكشر دي، داخل على النتورك دي، فلازم تستخدم اكتر من نتورك عشان تسيرف الترافيك، لازم تستخدم اكتر من داتا سنتر عشان تستور الداتا عشان تعمل الاوبريشنز، لازم عندك تيمز عماله تمانج كل الانفراستراكشر ديت، يبقى عندك تيمز عماله تمانج الكلاينتس وتمانج السيرفرز. فالموضوع مش سكيلابل. يعني انت لو شفت الجروث بتاع الشركات السوشيال نتوركس هتلاقي ان هم بداوا صغيرين وعمالين يهايروا يهايروا يهايروا، لدرجه ان في سنه من السنين مش هيلاقوا انجينيرز كفايه ان هم يشتغلوا عندهم. يعني مش سستينبل خالص، عامل زي كده المالتي ليفل ماركتنج او اللي هي البيراميد سكيم، حاجه كده زي كيو نت والجو دوت، ان في وقت من الاوقات مش هيبقى فيه ديفلوبرز كفايه على وجه الارض ان هم يشتغلوا عشان يمنتينوا النتورك دي، وبالتالي دي حاجه مش سستينبل. ما دامت عماله تزيد كده، هو يبقى مش هتيجي في وقت وهتستجنيت، يا اما هتقع يا اما هتفضل تزيد لحد ما هتهيت ليميت، والليميت ده هو ان انت مش عندك بني ادمين كفايه. فواضح لينا من دلوقتي ان الاركتكتشر دي مش سستينبل للابلكيشنز اللي هي بتستخدمها مليونز. يبقى احنا لازم نفكر في ان احنا نخرج من الدايره دي. الخروج من الدايره دي بانك تبروموت نوع مختلف من الاركتكتشرز، زي مثلا البير تو بير او الفيدريتد نتوركس. فيدريتد نتوركس ان انت بدل ما يبقى عندك شركه واحده ماسكه الحاجه، لا يبقى عندك اكتر من سيرفر من انتيتيز مختلفة وكلهم بيكوميونيكيتوا مع بعض عشان يتعاملوا على انهم سيرفر واحد او بيقدموا خدمة واحدة بطريقة سنكرونايز. فانت لو عايز تتعامل مع النتورك دي او السيرفيس دي، بتروح لاي سيرفر من دول وتطلب منه الاوبريشن اللي هو عايزه، وبعد كده هم يسنكرونايزوا مع بعض.
سكيلابل اكتر شويه. ليه؟ لان اكتر من شركه ممكن هم ايه بيدستريبيوتوا النتورك على بعض. احسن من كده لان انت لحد دلوقتي بتاجنور ان الكلاينت يقدر يمانج الداتا بنفسه، يقدر يعمل اوبريشنز بنفسه. انت بتجنور ان الموبايلات دلوقتي بقت عامله زي سوبر كمبيوترز بس في جيبك، فانت بتجنور ان انت عندك مثلا 500 جيجا ولا 128 جيجا مش مستخدمه، وعندك كاميرا وعندك بروسيسور، والبروسيسور ده دايما اندر فولتد ودايما اندر كلوكد ومحدش وبتجنور كل ده وعايزه يسالك عن انك تعمل اوبريشن. طب ما تخليه هو يعمل اوبريشن بنفسه. يعني هو انت عندك مليون شخص بمليون ديفايس، كل ديفايس قادره على ان هي تعمل الاوبريشن بتاعت اليوزر ده، ومع زي بتاجنور كل الريسورسز دي وعمال تالوكيت بارلل ريسورسز تانية خالص على النتورك بتاعتك عشان تعمل الاوبريشنز دي. طب ليه يعني؟ ليه؟ ف دي مشكله من مشاكل السنتراليزيشن، ان انت بتاجنور ان في ريسورسز اصلا عند اليوزرز وعمال بتالوكيت بارلل ريسورسز مساويه واكتر من الريسورسز بتاعت اليوزر عشان تقدم له الخدمه دي. وكل ده من وجهة نظري لسببين. اول حاجة ان الشركات عايزة تكون in control of the software، لان انت لو السوفت وير بتاعك بتعمله الكلاينتس ده معناه ان الكلاينت مش محتاج السيرفر بتاعك، ده معناه انه ممكن يسيبك في اي وقت. فعشان تبقى عندك 100% control of your software محتاج السوفت وير ده يكون على السيرفر بتاعك. تاني حاجة ان الديفلوبمنت بتاعت البير تو بير ابلكيشنز مش متقدمه كفايه زي السيرفر كلاينت سيرفر ابلكيشنز، لان احنا عندنا تاريخ طويل دلوقتي من السنين اللي اشتغلنا فيها كلاينت سيرفر ابلكيشنز، فالتولز اللي بنستخدمها اتقدمت، ديبوجنج وازاي تاركتكت النتورك بتاعتك وازاي تكتب السوفت وير بتاعك وازاي تبروتكت السيرفر والجو ده كله اتقدم في الفترة الأخيرة significantly يعني، وكل لغة الوقت بتسبورت حاجة زي كده، بس مش كل اللغات ومش كل في عندها libraries تقدر تعمل بيها peer to peer applications. فدي مشكلة محتاجين ان احنا نحلها من دلوقت، مش هنقدر نستنى كمان كام سنة لما فيسبوك تكون عينت مثلا 50 مليون developer ما عادش فيه ناس على الكوكب الأرض يقدروا maintain النتورك، فالنتورك هتستجنيت وهتبطأ وهيبقى الناس مش هيتكلموا مع بعض. فاحنا لازم من دلوقتي نحل الموضوع عشان لما نوصل للمرحلة دي يكون عندنا tools وعندنا ال infrastructure الكافية ان احنا نبني applications يستخدمها millions of people وبتسكيل good enough. تمام، مش محتاجه مليونز اوف بيبل عشان يمانجوها، لان هو الكلاينت عند اليوزر نفسه. فاحنا محتاجين من دلوقتي نفكر في الحلول ديت. في بروجيكتس بتحاول تعمل حاجه زي كده، بس البروجيكتس وحدها مش كفايه، الاندستري نفسها محتاجه تمشي في الاتجاه ده. يعني انت كصاحب شركه محتاج تفكر في موضوع ان انت دلوقتي عندك انفراستراكشر، انت عندك اكونت على اي دبليو اس بتدفع له كل شهر مثلا thousands of يورو thousands of دولارز عشان تمانج، عشان بس يبقى عندك شويه سيرفرات بتمانج مثلا مليون شخص ولا 500,000 شخص في الشهر. فانت محتاج تفكر من دلوقتي في ان تحاول تقلل استهلاكك او تقلل الجروث بتاع الانفراستراكشر بتاعتك. جروث اليوزر مش معناه جروث الانفراستراكشر، تمام؟ فان اليوزرز بتزود معاه الانفراستراكشر معناه ان الاركتكتشر بتاعتك هتيجي عند وقت معين ومش هتقدر تمانج حاجه زي كده، فهي هتحاول توبتمايز السوفت وير، هتاخد ناس اكتر وقت اكتر وهتبقى ابطا. يا اما من دلوقتي تحاول تانفست في حاجه زي البير تو بير نتوركينج، وقتها هيبقى عندك بعد quite some time يعني هيبقى عندك tools كافيه ان انت تستغنى خالص عن infrastructure بتاعتك وتستخدم ال clients نفسهم، ويبقى انت بس developer للسوفت وير. وقتها ممكن توفر مثلا services صغيره على حاجه زي كده، زي انك تستور الداتا بس زي باك اب، انك تقدم services مثلا centralized، زي مثلا انك لما حد مثلا يبقى عنده identity generate ال identity منك بس بعد كده يتعاملوا مع بعض بيها، ال identity مثلا بت expire ولا حاجه. ف وقتها ممكن تعمل زي هايبريد سيستم كده، معظم الحاجات اللي محتاجه بروسيسنج باور وستورج وكده ممكن تعملها على الكلاينت، ويبقى عندك انفراستراكشر بس عشان يبقى باك ابس مثلا، او تقدم زي الديفلوبمنت بتاعت الكلاينت وبتقدم ديفلوبمنت بتاعت الاي تي يعني، وسيلز مثلا لو انت مثلا
نفترض مثلا انت ماركت بليس، فانت بتوصل ناس عايزه تبيع حاجه بناس عايزه تشتري حاجه، فانت مش محتاج تكون في النص، انت محتاج توصلهم ببعض بس بالتكنولوجي بتاعتك. الناس دلوقتي بتوصلهم بانهم بيستوروا كل الداتا اللي عايزه تتباع على سيرفر، فيبقى اللي عايز يبيع حاجه بيحط الداتا كلها على السيرفرات بتاعتك، بعدين الكلاينتس بيسيرشوا في السيرفرات بتاعتك عشان يجيبوا الداتا. طب ما انت ممكن تعمل تكنولوجي كويسه بحيث ان الناس دي تتصل ببعضها من غير السيرفر بتاعك. فوقتها السيرفر بتاعك محتاج بس يستخدم عشان عملية البيع مثلا، فانت الجزء بتاعك بس يكون في عملية الترانسفير بتاع الفلوس. وقتها ممكن تحط مثلا زي مارك اب على الترانزاكشن، او ان مثلا الفرود ديتكشن، مثلا الفرود ديتكشن يكون الكلاينت بيختار مثلا ان انت تعمل فرود ديتكشن، فلو حد بيبيع حاجه كل شويه بحاجه والناس بترجعها له، وانت تعرف ان هو فرود، فتقدر تمنع مثلا الكلاينت من انهم يشتروا منه. فوقتها يا النتورك في اساسها بتاع الناس بتتعامل مع بعض، بس انت بتقدم شويه خدمات صغيره لازم تكون سنترالايز، زي السيرش مثلا، زي الفرود ديتكشن، زي الترانزاكشنز بتاعت الفلوس. فمحتاجين من دلوقتي كأصحاب شركات وكديفلوبرز انفست في الفكرة ديت، عشان ما نجيش في وقت معين عمال ندفع فلوس على الفاضي وهي مش سستينبل، مع الوقت عمالة بتزيد وهتيجي في وقت معين اكيد يا اما مش هتقدر تدفع الفلوس، يا اما البيزنس بتاعك مش بيجرو انف عشان يغطي الفلوس ديت يعني، يا اما مفيش انجينيرز كفاية عشان يمانجر الانفراستراكشر ديت. وفي وقت من الاوقات لو الشركة بتاعتك which is like 90% of the startups بتفيل، وقتها الكلاينتس بتاعك هي يعني السيرفرات بتاعتك خلاص هتوقفها طبعا وهتقفل كل حاجه، فالكلاينتس والمرشنتس بتوعك دلوقتي مش قادرين يتصلوا ببعض خالص. يعني حتى الخدمه اللي انت كنت بتقدمها، لو انت مثلا كان بير تو بير نتورك، الخدمه اللي بتقدمها هي الترانزاكشنز والفرود ديتكشن، فانت لو شركتك وقعت الناس لسه على الاقل تقدر تستخدم النتورك دي عشان تتصل ببعض وتدفع تدفع فيزيكال يعني الفلوس، والفرود ديتكشن والترانزاكشنز يقدروا يستغنوا عنها. فعلى الاقل شويه الانفستمنت اللي انت حطيتها في الديفلوبمنت بتاعت التكنولوجي في الاول هتفضل بعد لو حصل والشركه دي وقعت، which is like خلينا واقعيين، لك 90% من الستارت ابس بتفيل والتكنولوجيز بتاعتها بتقع وبتروح. ف طب ليه احنا في ناس قضت حياتها وقضت ساعات من يومها في الديفلوبمنت بتاع التكنولوجي زي كده، فالافضل ان احنا نخليها التكنولوجي نفسها نخليها يعني ان هي تستمر من غير ما يكون في انتيتي مسيطرة عليها، علشان يعني ده وقت يعني عملنا فيه انفستمنت، فليه نرميه خالص كده. فدي افكاري بالنسبة لموضوع السنتراليزيشن، وليه محتاجين نفكر اكتر في ان احنا نسويتش لاركتكتشر تاني. احنا ما ناخدش الموضوع ده فور جرانتد، especially الناس اللي لسه خارجة من الكلية بتخش الشغل في شركات، اول حاجه بتخش فيها في الشركه هو ما بيتناقشوش اصلا في الانفراستراكشر المفروض تكون بير تو بير ولا كلاينت سيرفر ولا فيدريتد، ولا هو بتبقى كلاينت سيرفر على طول. فالناس اخدها فور جرانتد دلوقتي، ودي حاجه خطر ان الناس يبقى عندها بلايند سبوت كده، ان هي فاكره هي دي الابلكيشنز. لا، احنا محتاجين نغير طريقه التفكير ديت، لان انا شايف ان مش سستينبل على وقت كبير للابلكيشنز اللي هي بتسكيل وبتجو فايرال، ومش حاجة كويسة ان تبقى انتو تيم من 10 ديفلوبرز مثلا في شركة اشتغلتوا 5 سنين على ابلكيشن، وفي الاخر الشركة دي قفلت بعد 5 سنين والابلكيشن بتاعك كله خلاص، ما عادش حد بيستخدمه، مات. اتمنى ان دي حاجة تتغير وان الناس تبتدي تفكر في الموضوع دوت، وشكرا.